تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، انطلقت أعمال مؤتمر مناهج تعليم وتدريب ذوي الإعاقة استراتيجيات وممارسات فاعلة اليوم بتنظيم من الجمعية البحرينية لمتلازمة داون وبمشاركة فاعلة من قبل عدد من المختصين وذوي الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال. بحضور نخب علمية وأكاديمية متخصصة، انطلقت أعمال مؤتمر مناهج تعليم وتدريب ذوي الإعاقة استراتيجيات وممارسات فاعلة برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبتنظيم من قبل جمعية متلازمة داون في مملكة البحرين، وبحضور من قبل سعادة وزير التنمية الاجتماعية، حيث يستمر لمدة 3 أيام وبمشاركة فاعلة من قبل المختصين. اليوم هذا المؤتمر ذات خطوة مهمة في وقت يتطلب دائما تكاتف الجهود بين الأكاديميين والخبراء في لمس بعض التحديات التي واجهها هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، ودراسة متطلباتهم في الدمج والخاصة بالأمور الأكاديمية، وتعليمهم كثيرا من الحرف والمناهج التي سوف تنفعهم في دخولهم في سوق العمل ونفع بهم المجتمع. الحقيقة هاي أول مؤتمر يكون على مستوى البحرين والخليج عن تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، ورتبت المؤتمر الجمعية البحرينية لمتلازمة داون اللي صار لها تشتغل على الموضوع حوالي 8 شهور أو 9 شهور، وتمكننا من أن نستقطب يعني أهم الكفاءات والدكاترة والأطباء والجهات العلمية والباحثين. المؤتمر اشتمل على العديد من الجلسات العلمية والنقاشية المتميزة التي تبحث التحديات والصعوبات التي تواجه العاملين في مجال تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وخصوصا متلازمة داون، ويشارك فيها عدد من أصحاب الخبرات العلمية والأطباء المتخصصين الذين قدموا خلاصة تجاربهم وخبراتهم على منصة المؤتمر. راح يكون الحدث هذا إن شاء الله بحضور نخبة متميزة من الدول العربية، تقريبا 20 متحدث على مدى 3 أيام، وراح يعني يستخرج أو يكون في هناك استخراج للنقاط المهمة للمؤتمر اللي راح تعرض على يعني المعنيين فيه، الوزارة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية، لتنفيذها إن شاء الله بشكل سليم. المؤتمر النهاردة بيقول لنا، بيوجه رسالة بأن إحنا دولة حاضرين مع هذه الفئات، عايزين نعلم هذه الفئات، عايزين نوصلهم إلى أقصى درجة من التمكن الشخصي والعلمي والمهني، بحيث نستفيد من هذه القوة في المجتمع كقوة من وجهة نظرنا ليست مهدرة. اهتمام واسع وتفاعل كبير من قبل عدد من الجمعيات والمراكز الطبية والتعليمية التي شاركت في المؤتمر والمعرض المرافق له، والذي بين حجم الاهتمام الذي توليه الجهات الأهلية والتعليمية لهذه الفئة من المجتمع ومساعيها لإدماجهم في مختلف المجالات الحياتية. دعم كبير عملت مملكة البحرين على تقديمه لمن يعانون من الإعاقة وخصوصا متلازمة داون، ليكونوا عنصرا فاعلا في مجتمعهم، يساهمون في مسيرة البناء والتقدم لمملكة البحرين جنبا إلى جنب مع مختلف الفئات في المجتمع. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.